وزارة السياحة تفتتح اليوم حصن مرباط بمحافظة ظفار أمام السياح والراغبين في الاطلاع على المعالم واللقى الحضارية والتاريخية التي تزخر بها السلطنة. سقوط مصعد كهربائي في مركز تجاري بولاية عبري يؤدي إلى إصابة مواطن وشخص آخر آسيوي الجنسية بإصابة متوسطة. ضبطت شرطة خفر السواحل قارب تهريب متسللين في ولاية السيب على متنه 9 أشخاص من جنسية آسيوية، كما ضبطت قارباً آخر لتهريب المشروبات الكحولية في ولاية دبأ.